تفاعل كبير وأصداء إيجابية تحصدها أغنية على هونك اللي طرحتها ديانا حداد مؤخرا واللي سبق وتحدثنا عنها بحلقاتنا السابقة. وهالعمل هو من ضمن ألبوم ديانا حداد 2022 اللي كان محور حديثنا خلال لقائنا معها. نحن صرنا فترة طويلة بنحكي عن الألبوم، كان مفروض ينزل من 4 سنين وبلش تأجل وأجل وأجل، فقلت خلاص ليه ما بنعمل شغلة جديدة. وهلأ السينجل اللي ضارب، شفت أنه الموجة كلها صارت الناس عم تنزل أغاني منفردة سناجل، فقلت خليني أعمل ألبوم بس بطريقة كتير جديدة. وكل فترة شهر شهر ونص رح يكون في غنيتين أو 3 أغاني رح يتجمعوا بألبوم. فديانا طرحت أول أغنيتين من الألبوم بشهر يوليو الماضي، الأولى كانت خليجية بعنوان وحشني شخص. وحشني شخص يسوى الكون كله، وحشني شخص ما بالكون مثله. أما الثانية فباللهجة اللبنانية بعنوان مغنجة. مغنجي مدللي وقلبي طيف البعض، اختارك لقاك وصعب عنك حدا يرده. وهالأغنية وقعها كلاما ولحنا إيفان نصوح اللي بتتعاون مع ديانا بأغنية ثانية راح تنزل خلال أيام وبتحمل طابع اجتماعي. دايما صاير بفتش بالفترة الأخيرة على مواضيع تكون إنسانية أكتر، مواضيع بتحكي عن التنمر، مواضيع بتحكي عن الطيبة الزايدة. فهاي الغنية بتحكي عن أنه دايما نضيف بهالزمن ناس ما بتحبوا بدون القوي، عرفت إذا كنت طيب ناس بتكسرك بسرعة. ويوم تسجيل الأغنية The Insider بالعربي تواجد حصريا مع ديانا بالاستوديو، وأولا بيكشف لكم عن مقطع من هالعمل. وخلال تسجيل ديانا للأغنية كان واضح مدى حماسها لموضوعها. للأسف هالأغاني مش كتير عم تضل، ناس بدون صاروا لأغاني الحركة أكتر والرأس. ما بعرف يمكن بعز الظروف اللي عشناها وبعد كورونا صارت الناس بحاجة للفرح أكتر، بس أنا ما زلت مؤمنة أنه هالأغاني إلى مستمعينا وإلى ناس خاصة بحبوها. أنا بشوف أنه وقت تنزل هالأغاني بيصير يركبوا عليها مقاطع من مسلسلات بحبوها، صح؟ وبحسها بتعيش بناحية تانية، طابع مختلف. ايه بتعيش بطابع درامي أكتر من أنه طابع أنه فنان وغنية ونازلة. قديم تشوفي هذا كمان عم بيصير مع أغانيك كتير؟ يعني نزلت وحشني شخص ودرجات كتير ركبوا، مسلسل التركية طبعا هي ولبنانية، تعرف صار زمن التيك توك وزمن اليوتيوب أكتر، فحتى لو ما صورت كليب أو عملت ليركس فيديو الناس صاروا عم بياخدوا المقاطع اللي عم بيحبوها، ومقطع صغير تخيل إلي مقطع صغير بيشهر الغنية. وأغنية مختلفة جداً محضرتها ديانا لجمهورها باللون المصري. تحكي عن أحلى كابل وسهرة رومانسية ولا لا أكثر؟ لا لا لا، رأسها مصرية رأسها. تحكي عن السهر والناس الحلوة وأحلى كابل. أحلى كابل يعني بهيك حسيتني أنه كأنه حتصير الرأسة الأولى بالأعراس أو إن شاء الله. وهالأغنية كتبها ضياء عشا ولحنها عمر الخير، راح تنزل كفيديو كليب، ولكن ديانا ما راح تكون موجودة بمشاهدها. نحن من الأساس ما كنا نصور الغنية، يعني ما كانت وردة أنه فكرة كليب، بس قلت أنه مش غلط أخذ لقطات من مصر، وصورنا أعراس مزبوطة، والفكرة يعني بتشوفها بكرة فيها أنيميشن. لكن الناس كمان بحسوا حالهم انفولفد أكثر بالغنية. الأغاني المصرية بحبه لما بتنزل على الشارع وتكون قريب منه، يعني ما بحبه كتير أشياء اللي بعيدة عن الكالتشر تبعهم. ولهالسبب ديانا تحرص أنها تنوع بالألوان الموسيقية، رغم أنها تتعرض ببعض الأحيان لانتقادات مثل باقي زميلاتها اللي اشتهروا بالتسعينات بأنهم يبتعدون عن الستايلات اللي نعرفوا فيها بمحاولة لمواكبة الجيل الجديد. زمن السوشيال ميديا وزمن الأذواق المختلفة على فكرة، لأنه ما عاد تعرف شو بيضرب، ما عاد تعرف الناس شو بدها، يعني أذواق مختلفة، آراء مختلفة. بحس اليوم الفنان ما قادر يمشي باللون اللي هو كان يعتمده من زمان. بكل الأحوال رح ينتقدوك،
إذا غيرت أو ما غيرت أنت في ناس رح تنتقدك وما رح يعجبوا الموضوع أكيد. فبالنهاية أعمل اللي بيريحك، أعمل الشيء الجديد. أنا مع التطور، مع الأشياء الجديدة بس ضمن نطاق معين. يعني أغنية والستايل اللي قدمته ما زلت عم أقدمه أكيد، بس بيروح أكثر عصرية على المسرح. أكيد بتوزيع جديد، أفكار جديدة، التصوير جديد، بدك تواكب العصر. ما في كمان تكون أنت واقف وثابت على شيء معين، لأنه الجيل كله عم يتطور فلازم تواكب العصر، بس في أشياء تشبهك أكيد. والتجدد مش بس طال خيارات ديانا الفنية، فتغيرات عديدة طرأت على صفحاتها على السوشيال ميديا، فهي حذفت كل بوستاتها عن انستغرام بخطوة اعتبرها البعض من باب إثارة البلبلة الإعلامية وتعليقها على هالموضوع بتعرفونا بالجزء الثاني من لقائنا معاها بحلقتنا بكرة.